استمرار عروض مسرحية سلطان زمانه على مسرح الخيام بدمشق، كرمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان محمد خير الجراح بنهاية عرض يوم الجمعة 31 كانون الثاني بتكليفه سفيراً للنوايا الحسنة. كيو ميديا التقت بمحمد خير يلي أعرب لنا عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم. أنا سعيد جداً حقيقة أنه تعبي ما عم يروح الفاضي، على الأقل من الناحية المعنوية عم يوصل للي بيعرفوا يقدروا هذا التعب وهذا المجهود اللي رايح باتجاه الناس، واللي أنا من أول دقيقة يمكن أنتوا كنتوا معي من أول دقيقة متابعين، نحن حتى بهاي المسرحية نحن رايحين باتجاه الناس لنحقق سعادة للناس، وأنا بعتقد أن هذا شغلة كتير نبيلة بالوقت الصعب اللي عم بتمر فيه البشرية بشكل عام وسوريا أمنا بشكل خاص. وأكد لنا الدكتور يحيى جميل سفير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان أنه تم اختيار الجراح بعد متابعة المنظمة الأعمال الإنسانية، لأنه هو إنسان أبدى وأعطى الكثير من الرسالة الحلوة الإنسانية قبل أن يكون فنان، أعطى تواجد وابتسامة حلوة وتواجد بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين الأطفال وبين المسنين، كان له تواجد حلو إنساني في ظل الأزمة، هذا الشيء اللي خلانا نحن نختاره لأنه إنسان شفاف وإنسان طبيعي، خلفا طبعا الأستاذ الكبير دريد لحام والأستاذ الكبير صباح فخري اللي كانوا سفراء عنا بنوايا الحسنة، وإن شاء الله نحن نكون قدينا رسالتنا له وهو يستلم الرسالة ويكون فيها مبدع إن شاء الله، هو أكيد أبدعني.